بمناسبه فتوح، عنوانك القادم جديد صفقه فتوح برعايه كهرباء وبلان بي او الخطه البديله لو فتوح ما جاش. تمام، ايه القصه؟ انا هاخد لك من كلام عمر كل الارقام اللي فتوح طلبها دي وفقا لنادي الزمالك الظروف الحاليه هتبقى صعبه جدا. النادي الاهلي مترقب المفاوضات مع فتوح بالنسبه للزمالك، فتوح شبه مخلص مع النادي الاهلي، في حاله لو هو مش هياخد اللي هو عايزه من نادي الزمالك فتوح لاعب في النادي الاهلي الموسم الجاي. شبه مخلص؟ شبه مخلص على كل ولا مخلص؟ لا، ما هو احنا بنتكلم بقى ايه دلوقتي، لسه في الوقت يعني قبل يناير لسه شويه. لا، ما هو يناير ده رسمي يعني، مش لما النادي الاهلي يطلع يقول وقع مع فتوح بلاش، مش هنقدر نقول دلوقتي توقيع. بس انا بقول لك اتفاق، هو فتوح مخلص مع النادي الاهلي، مخلص في حاله لو الزمالك مخلص او ما قدمش العروض بالنسبه لفتوح المفضيه بالنسبه له ماديا، زي ما قال عمرو من شويه، قال لك هو دي الفرصه بالنسبه له انه ياخد اللي هو عايزه. طب اسالك سؤال كنت لسه سالته، ده السؤال يا عمرو اللي انت سالته، هل هو بيستهلك وقت ولا هو ده تعجيز للزمالك؟ دي حقيقه طبعا، ولا استهلاك وقت؟ اصل بالعقل يعني انا كنت طالب 30 مليون من حته عقود، وبعد كده بتكلم في 50 55 وصلت ل 60. معلش، هو مين النادي دلوقتي اللي هيدفع 150 مليون للعيب بالعقل؟ انا هعلق بنقطه واحده تدمر وفي نقطة كمان كل السيناريو، في نقطه كمان خلي بالك في الموضوع ده. طب استنى بس اقول لك على حاجه، في نقطه كمان خليك كامل وخليك تدمر. في اثنين في لعيبه الاهلي متواصلين مع فتوح وشبه خلاص يعني، هو زي ما كان بيحصل معانا اللي بيتواصلوا مع فتوح كهرباء وامام عاشور مثلا، مش هم ولا لا؟ بالظبط، بسالك كهرباء طبعا على اتصال مع فتوح.